السلام عليكم. طلاب المرحلة الأولى لمادة الفيزياء لقسم هندسة المساحة، معاكم دكتور أحمد شاكر. في هذا اليوم راح تكملة للمحاضرة رقم 12، هذه المحاضرة رقم 13. فالمحاضرة السابقة تعلمنا شنو هذه المواضيع، مومنتم ام بلس والكولوجنز. اوكي، فهذه المحاضرة راح تكون مسائل حسابية على هذه المواضيع، فراح تكون هذه المحاضرة مهمة. اوكي، لان فيها مسائل حسابية فتفيدكم في حياتكم العملية في التصاميم، فأرجو الانتباه. وقبل ما نبدأ بالمسائل الحسابية، عندك هنا ملاحظة باللون الأخضر انه راح الامبلس راح نرمز له بحرف جي للاختصار، حتى ليش كسا نكتب امبلس كلمة كاملة، راح نرمز له بحرف كبير كابيتال لتر جي. صح بعض الكتب ما تعترف بالرمز جي، انما تكتبه كاملا يعني كلمة كاملة امبلس تكتبه كامل، ولكن اللي وجدته في الكتب الحديثة بدأوا يتحولون إلى هذا الرمز، فهذا هو رمز الامبلس. اوكي، وما زلنا احنا على الطريقة السابقة في المومنتم، هو بي. اوكي، سمول بي مومنتم، والتوتال مومنتم المومنتم الكلي كابيتال بي. فهذه الرموز اللي احتاجها في محاضرة اليوم. عفوا، فخل نبدي بالاكزامبل او الاكسرسايز الاول. زين، هذا الاكسرسايز الاول جاي اللي يعطيك اياه انه يفرض فرضية انه انت بيدك كرة وجاي ترميها على الجدار، وزن الكرة او الماس حتى نكون ادق، الماس هو 0.4 كيلوغرام، هاي جاي تنضرب على بريك وول. هنا راح نخلي فرضية، هاي فرضية مو حقيقية، يعني الفرضية خيالية مجرد لتقريب المسألة من أذهاننا. ايش راح نقول؟ نقول هذه الكرة is moving horizontally to the left، وكانت هذه السرعة مالتها 30 متر على الثانية. وإن أنا ما قلت إنه velocity، ما ذكرت كلمة velocity، ولكن أنت بسهولة راح تعرف إنه هذه هي velocity من خلال اليونتس، من خلال الوحدات. فمثل ما تلقى هنا متر على الثانية، متر على الثانية، وش راح يكون هذا؟ راح يكون velocity. أوكي، فيقول في عندما ضربت الكرة ضربت الجدار كانت بسرعة 30 متر على الثانية، بعدين صار بها ارتداد it rebounds، وهمنا horizontally يعني باستقامة كاملة، استقامة أفقية كاملة، هي جت باتجاه left ورجعت باتجاه رايت، ومن رجعت كانت سرعة رجوعها 20 متر على الثانية. إذا الأشياء اللي عندي ماس، عندي السرعة الأولى يعني السرعة ما قبل الاصطدام before collision، وعندي السرعة الثانية يعني السرعة ما بعد
الاصطدام. أوكي، ففي هذه التمارين راح من أخلي مثلا أقول مثلا V، أريد أرمز لهذه الفي إلى قبل الاصطدام، راح أرمز لها B1، 1 يعني قبل الاصطدام. بعد الاصطدام راح يكون شنو؟ راح يكون 2. فال1 كل ما تلقى الصب هو 1 رقم 1 معناته قبل الاصطدام، كل ما تلقى 2 معناته بعد الاصطدام، وكما راح تشوفوها هسه بالأمثلة بالتدريج. زين، هسه عرفنا انه انا عندي الماس وعندي السرعة الأولى والسرعة الثانية. زين، شو يريد؟ يريد الإمبلس. أوكي، الإمبلس أخذناه بالمحاضرة الماضية، فكان إلى قانون، اللي قانونه هو حاصل ضرب الماس في التغير في السرعة. قانون بسيط سهل الحفظ. فأجي مجرد أن أعوض، بدل الماس راح أكتب 0.4. أوكي، وهنا شوية أنتبه إلى الوحدات والاتجاهات بالنسبة للسرعة، فلازم شو أسوي؟ أطرح السرعة النهائية يعني بعد الاصطدام ناقصا السرعة الأولية يعني قبل الاصطدام. هذه هي الطريقة، ولازم تلتزم بالإشارات. ففي هذا المثال إنه السرعة النهائية إشارتها راح تكون سالبة، العفو، السرعة النهائية to the right فهي موجبة، فكتبناها موجبة. أوكي، وهذا الناقص هو الناقص نفسه، هو موجود بالقانون. هسه أجي للسرعة الأولية اللي هي 30 to the left، فعني مثل ما فرضت سابقا أنه كل شيء to the right هو موجب، كل شيء to the left هو سالب، فهاي to the left فهي لازم تنكتب سالب، فأكتبها سالب. زين، لازم ننتبه إلى هذه الوحدات، لأن لو ما انتبهنا راح يتغير الناتج. فسان لين كتبتها ناقص، وأكو قدامها ناقص، فصارت موجب، يعني ناقص في ناقص يصير عندك موجب، وبالتالي راح تكون هذا ما بين القوسين 50. فمن تضربها في 0.4 راح تعطيك 20. فهذا هو الإمبلس. لو تفرض انه انت كتبت 30 بلس، اخطأت وكتبتها بلس، لاحظ شو راح يصير. راح يصير انه راح تصير عندك 20 ماينس 30 راح يعطيك ماينس 10، يعني رقم مختلف تماما. فلاحظ تأثير الإشارة، فالإشارة لازم شو تكون توضع بصورة دقيقة. إذن هذا هو المطلب الأول اللي هو A. أجي إلى B، هنا شو يقول؟ يقول if the ball is in contact with the wall for 0.01 seconds. إذن هسه من شفت الوحدات معناها هذا شنو عندي؟ هذا هو التايم، وحتى نكون أكثر دقة هذا هو في حقيقته دلتا تايم، والتغير في الزمن اللي يمثل لك وقت الكولوجن، وقت الاصطدام، إيش قد مضى على أو إيش قد استغرق وقت الاصطدام. إذن صار عندي معلومة إضافية هي دلتا تي. يقول find the average horizontal force that the wall exerts on the ball during the impact. إذن يريد
الفورس. وأنا أتذكر في قانون الإمبلس إنه الإمبلس تساوي الفورس تايمز تي، الفورس مضروبة في الزمن. وبالتالي الفورس شرحت كان مساوية، لو أعيد ترتيب المعادلة راح المعادلة تصبح بدلالة الفورس هو الإمبلس مقسوم على الزمن. فإذا تعوض الإمبلس، الإمبلس وجدت أنت في الفقرة أو في الفرع أي هو 20، والتايم هسه الطاقية في بي، فيكون الناتج هو 2000 newtons. فهذا هو الإجابة على الفرع بي. فحتى تشوفها بشكل جرافيكس، هذا هو الوول وهذه هي الكرة. في الجزء الأعلى هو بيفور، يعني قبل الاصطدام، كان هذا وزنها M وهذه سرعتها. فلذلك أنا راح أكتبها V1 وX، لأن أنا فارض أنه كل شيء بهذا الاتجاه هو موجب. أوكي، فبالتالي السرعة الأولى راح تكون -30، بينما السرعة الثانية راح تكون +20، طبعا متر على ثانية. فهذا التمثيل الجرافيكس لهذه المسألة. لاحظ هنا انه نقدر نستنتج من هذا المثال، نقول انه هذه القوة اللي هي سلطها الجدار على الكرة وصلت الى درجة عالية من القيمة، بحيث وصلت الى 2000 newton. اوكي، يعني هي مجرد كانت كرة وزنها اقل من نصف كيلو 0.4، هذه الكرة حصلت على قوة مقدارها 2000 newton. يعني 2000 newton اذا تحولها بالكيلوغرام راح تعطيك 200 كيلوغرام. 200 كيلوغرام، فكمية هائلة من القوة. شنو السبب؟ السبب هو المومنتم، المومنتم اللي شرحناه بالمحاضرة الماضية، وهذا اللي يتناسب مع التايم، والتايم في هذه الحالة مقدار جدا قليل، وبالتالي تكون القوة جدا عالية. الملاحظة الثانية اللي نحب ننبه عليها انه في هذه الحالة اللي وتمشي هوريزونتال، وانا قلت هذه الفرضية مو حقيقية ولكن للسهولة جاي نفرضها، هي في الواقع انه هذه الكرة راح تتعرض الى الجاذبية، اوكي، جرافيشنال فورس. ولكن هذه الجرافيشنال فورس من تجي تحسبها لكرة وزنها أو لكتلتها 0.4 كيلوغرام، راح مجرد راح تعطيك فورس مقدارها 3.9 نيوتن. فال 3.9 من تقارنها بال 2000 راح تشوف إنه كمية تافهة جدا، وبالتالي تقدر نهملها نغض النظر عنها. ولهذا فإحنا نقول كانت الكرة تمشي باتجاه الهوريزونتال بدون ما انه تحصل بيها او تتأثر بقوة الجاذبية، اوكي، بسبب انه القوة الجاذبية على هذه الكرة ذات الكتلة القليلة تكون صغيرة جدا. زين، المثال او الاكسرسايز نمبر 2. في هذا المثال عندي ملاحظة انه اقول في الاشياء اللي هي تكون 2-dimensional problems، في هذه الاشياء
المسألة لازم إنه نحول المومنتم أو الإمبلس إلى مركباته، إلى المركبة X component و Y component. ليش أنا جاي أسوي هذا الشيء؟ يعني مثل ما شرحناها بالمحاضرة الماضية، لأن الإمبلس والمومنتم هم في حقيقتهم شنو هم؟ هم فيكتورز. أوكي، والفيكتورز اللي أخذناها في المحاضرات الأولى من هذا السنة، هذه الفيكتورز لها طريقة للتعامل، فما تستطيع أنه تجمعها مع بعضها بكل سهولة. فمثلا لو كان عندك الفيكتور الأول بهذا الاتجاه وعندك فيكتور ثاني بهذا الاتجاه، ما راح تقدر تقول هذا مجموع هذا، لأن هو حقيقة مجموعهم هو هذا. أوكي، مثل ما إن شاء الله تكونون تتذكروها. وبالتالي أيضا في مثل هذه الحالة لو حاولنا أن نوجد الماجنتيود، فالماجنتيود راح إيش يكون؟ راح يكون تربيع هذا الضلع زائد تربيع هذا الضلع والكل تحت الجذر. هذا ايش راح يعطيني؟ يعطيني الماجنتيود. والميل للماجنتيود هو عبارة عن تان انفرس للإحداثي الواي مقسوم على إحداثي الاكس. هذا يعطيك ثيتا، هذه الزاوية، وهذه كلها تقدرون تراجعوها بالمحاضرات السابقة. ولهذا السبب احنا بدينا في هذا الفصل بشرح الفكتورز، وأخذنا أمثلة عليها كثيرة جدا، وحليناه بأكثر من طريقة، طريقة يدوية، طريقة من خلال الرسم الجرافيكس، واستخدمنا أيضا الأوتوكاد لحسابه، واستخدمنا الأكسل بأكثر من طريقة حتى نوصل الفكرة أنه الفكتورز هو جزء مهم جدا حتى نستطيع أن نحل مسائل الفيزياء. فعودة إلى الإكسرسايز 2، هذا الإكسرسايز 2 هو حالة من حالات التو دايمنشنال بروبلم. فعندك أكو كرة قدم فوتبول، الكتلة مالتها الماس هو 0.4 كيلوغرام. زين، شنو الطاني بعد؟ الطاني انه اكو V1، هو ما جاي يقول لي V1 بس، يقول لي moving left 20 متر على الثانية. اذا هذه هي V1، هاي السرعة الاولية. فالكرة اتجهت باتجاه اليسار بسرعة 20، وفي حالة من الحالات ضربها لاعب الكرة، لاعب كرة القدم بقدمه، فتحولت السرعة إلى 30، ولكن تغير اتجاهها فبدت ترتفع إلى الأعلى بزاوية 45 درجة. أوكي، هذا هو شرح المسألة. عندك كتلة، عندك سرعة أولية، وعندك سرعة نهائية، وعندك تغير بالاتجاه، يعني السرعة ما رجعت بنفس الاتجاه، ما كانت المسألة one dimensional، المسألة هي two dimensional. وبالتالي أحتاج أن أستخدم الكومبوننتس. زين، هنشوف شو يريد بالسؤال. يقول find the net impulse، net impulse and the net external force assuming a collision time مقداره 1% ثانية. أوكي، فهذا هو السؤال.
وهذا هو المطلوب من عندك. فمثل ما قال السؤال عندك أنت V1 جاي تتجه إلى اللفت مثل ما تشوفه بالرسم. V1 جاي تتجه إلى اتجاه اللفت وانت الأكس مالتك هو يمين، إذن V1 راح تكون سالب، وبالتالي راح تكتبها V1X لأن هي باتجاه الأكس، والآن عندي صارت عندي X وعندي Y two dimensions. فراح أبدي أقسم السرعة الأولية لازم بيها X وY، السرعة النهائية لازم بيها X وY. أوكي، فالسرعة الأولية هي جاية باتجاه الهوريزنتال، فما بيها كومبوننت باتجاه الواي، فإذا الكومبوننت باتجاه الواي راح يكون صفر. لهذا السبب راح يكون صفر. السرعة النهائية اللي هي 30، أوكي، أبدي أحولها إلى إحداثي باتجاه الأكس وإحداثي باتجاه الواي. فحتى نتذكر طريقة التحويل راح أخذ الرسم ورسمه هنا نفسه، هي 30، أوكي، وهذا عندي الهوريزنتال مالتي، وأنا أعرف إنه هاي الزاوية هي 45 درجة. فإذا تجي تكمل هذا المثلث راح تلقاه إنه هو مثلث قائم الزاوية، إذن الكومبوننت مال هذه الفيلوسيتي وعندك واحد بهذا الاتجاه وآخر بهذا الاتجاه، فهذه هي V2. إذن هذه ايش راح تكون V2X وهذه V2Y. أوكي، فV2X راح تكون شو تساوي؟ بما أنه هذه الـ V2 هي مجاورة للزاوية، فكل شيء مجاور راح أتعامل وياه من خلال الكوساين، كوساين الزاوية اللي هي 45. هذه راح تكون مضروبة بشنو؟ مضروبة بالوتر اللي هو في هذه الحالة V2. بينما الVY ايش راح تساوي؟ راح تساوي V2 الوتر مضروب في ساين الزاوية اللي هي 45. إذن هاي هي الكومبوننتس. فمثل ما جاي ألاحظ هنا عندك V2X هي السرعة 30 مضروبة في كوساين 45، وإذا تحسبه بالحاسبة راح يعطيك هذا 21.2 طبعا متر على ثانية. وانتبه أيضا إلى الإشارات، كل شيء باتجاه اليمين موجب، كل شيء باتجاه الأعلى موجب، والبقية سالب. إذا نتحول إلى V2Y راح أضرب 30، هسه في هذه الحالة راح أضربها في ساين 45، أوكي، وتعطيني 21.2 اللي هو نفس الرقم السابق، والسبب لأن الزاوية هي 45، وبالتالي الكومبوننت X وY راح تكون متساوية. لهذا السبب هذه خاصية خاصة بالزاوية 45. أوكي، إذن ومثل بشر احنا انه السرعة الها components والإمبلس همينة إلى كومبوننتس من صارت عندي 2 dimensions. فبالتالي الكومبوننت مال إمبلس باتجاه الإكس راح يكون هذا قانونها. طبعا الماس هي ما راح تختلف بالإكس أو بالواي، هي ماس ثابتة، ولكن الفي الفيلوسيتي راح تختلف.
فالفيلوسيتي باتجاه الاكس نريد نعرف شنو التغير اللي يحصل بيها. اوكي، فاللي راح نعوضه الماس مالتي هي 0.4. السؤال هذا اعطاني اياها 0.4 مثل ما مكتوبة امامك، راح تضربها بفرق السرعة. اوكي، فالسرعة الاولية اللي هي كانت 20، والسرعة النهائية اللي هي 21.2. فاحنا ايش راح نسوي؟ السرعة النهائية ناقص السرعة الأولية مع كتابة الإشارات. فراح ألاحظ أن السرعة الأولية في هذا المثال هي بالماينس، وإن لم يظهر الماينس بالرسم، بس أنت لازم تكتبه ماينس، لأن أنت دائما الاتجاه الموجب مالتك إلى جهة اليمين، ولهذا كتبناه ماينس. فيكون ماينس في ماينس راح يصير بلس، فما تحت ما بين القوسين راح يكون 41.2، وهذا من الضربة في 0.4 راح يعطيك 16.5، وهذه وحداتها بالنسبة للإمبلس هو كيلوغرام في متر على ثانية، أو ممكن واحد يكتبها بطريقة ثانية يقول هي نيوتن في ثانية. أوكي، هذا بالنسبة للكومبوننت X. الكومبوننت Y بنفس الأسلوب راح تضرب الماس بالفرق بالسرعة. السرعة النهائية هي 21.2 من هذه السرعة النهائية. السرعة الأولية هي صفر، ليش؟ لأن الكرة أجتي باتجاه الهوريزنتال، بيرفكت هوريزنتال، فماكو إحداثي، ماكو كومبوننت باتجاه الواي، كومبوننت باتجاه الواي هو صفر. فبالتالي راح نعوض بمكانه صفر، والعملية راح تقتصر على 0.4 مضروبة في 21.2 ويعطيك ناتج 8.5. إذن ذني هنا الكومبوننت مال إمبلس، بس لحد الآن احنا ما وجدنا الماجنيتيود مالته مال الإمبلس، وكنا لين هو فيكتر، فإن قانون الماجنيتيود هو هذا. هاي بالنسبة لـ 2 dimension. بالنسبة لـ 3 dimension راح تضيف أيضا Z بنفس الطريقة، وتقدرون تراجعون محاضرات الأولى لهذه السنة. فمجرد راح تعوض الإمبلس Y والإمبلس X، تعوضهم في المعادلة وتوجد هذه القيمة. إذن هذا هو الماجنيتيود للإمبلس، هذا اللي هو طلبه في السؤال، وقال اعطوني النت إمبلس. هذا هو النت إمبلس، وذني الثنين هنا الكومبوننتس، يعني أنت ما يجوز تكتفي بهذه الثنين، لازم تطلع هذا الرقم. هذا هو النت، ذني الكومبوننتس، وهذا النت. اوكي، زين، بما انه هو فيكتور فيحتاج الى دايركشن. الدايركشن الى قانون انه هو الارك تان او التان انفرس للكومبوننت واي على الكومبوننت اكس. فالكومبوننت واي هو هذا، والكومبوننت X هو هذا. فمن تجي تدخلها بالكالكوليتر
راح توجد انه الزاوية هي 27 degrees. اوكي زين، هذا هو اللي راد في الطلب الاول. الطلب الثاني اللي راده قال احسب لي النت external force. النت external force، فعندي يعني قانون للفورس، هو مجرد راح تكتب القانون. الفورس تساوي لك الامبلس على التايم. الامبلس قبل قليل حسبته 18.6، والتايم اعطاك اياه في السؤال 1%، فتطلع الناتج، والناتج راح يكون بوحدات النيوتن. وايضا بما انه هو هذا فيكتور، فيحتاج انه تعطيه دايركشن. الفورس دائما تكون بنفس اتجاه الامبلس. اوكي، يعني لو لقيت الامبلس ماكو داعي تعيد حساب الفورس، اتجاه الفورس هو نفس الاتجاه. المومنتم دائما بنفس اتجاه الفيلوسيتي. اوكي، الفورس مع اتجاه الامبلس، المومنتم مع اتجاه الفيلوسيتي، وذني كليتين هن شنو؟ فيكتورز. هنا النقطة اللي نحب نشير إلها، إنه تلاحظ إنه الزاوية في هذا المثال هي 45، بينما الزاوية اللي استخرجناها إحنا هي 27، بما معنى إنه الفورس ما متطابقة مع السرعة. وهذه الحالة شو وقت تصير؟ هذه الحالة تصير عندما تكون الأوبجكت، وفي هذه الحالة هو الكرة، ما كانت at rest، يعني ما كانت ثابتة. لو كانت ثابتة مستقرة وإجا اللاعب ضربها بالقدم، فإن اتجاه الفورس راح يكون هو نفس اتجاه الفيلوسيتي. ولكن لأن الكرة في هذه الحالة ما كانت ثابتة، كانت متحركة بسرعة معينة، فبالتالي اتجاه الفورس ما راح يكون مساوي لاتجاه الفيلوسيتي. فهذه الملاحظة اللي نحب نأكد عليها. أوكي، في المثال الثالث هاي مجرد راح أشرحها وأنتم هاي حاولوا تتدربون عليه، إنه عندك مركبة أوتومبيل وزنها الماس مالتها 1000 كيلوغرام، وعندك 5 حالات. في الحالة الأولى إنه يقول لك كانت المركبة تسير بسرعة 25 باتجاه الإيست، وتوقفت ب10 ثواني. فأنت في مثل هذه الحالة اللي يطلب منك السؤال انه اوجد لي الفورس. اوكي، انت الفورس مثل ما تعرف تحتاج من عندها انه توجد الامبلس، والامبلس هو مرتبط ب المومنتم، والمومنتم متعلقة بالماس والسرعة. فلهذا في هذا السؤال
أعطاك الماس والسرعة. إذا من خلال توجد المومنتم، ومن خلال المومنتم توجد الإمبلس، ومن خلال الإمبلس توجد الفورس، وتكررها في هذه الحالات الخمسة. وعلى العموم الإجابة موجودة أمامك في هذا المكان، هذه هي الإجابات كاملة. أوكي، عندي ملاحظة اللي متعلقة بالconservation of momentum. والconservation of momentum اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة، انه شلون المومنتوم تبقى ثابتة. بس في هذه الحالة انه جاي نقول انه هذا الconservation of momentum إذا كان السيستم مالتي تو دايمنشنز، فإن هذه النظرية أيضا تشتغل بالتو دايمنشنز، بس بشرط أنه توزعها. مرة تقول الconservation of momentum باتجاه الإكس، ومرة تقول الconservation of momentum باتجاه الواي. لازم تقسمها على الاتجاهين باستخدام طريقة الفكترز، ومثل ما راح نشوفه بالأمثلة القادمة. الإكسرسايز 4. الإكسرسايز 4 هو متعلق ببندقية وطلقة، بندقية وطلقة. فالحالة الأولى اللي هي before، الحالة الأولى اللي هي before، راح تكون عندك الكتلة للبندقية مقدارها 3 كيلوغرام. أوكي، وهذه البندقية الشخص اللي ماسك هذه البندقية ماسكها بطريقة، شلون نقول يعني، بطريقة خلينا نقول راخية، بحيث يسمح لها بالحركة. أوكي، يعني ما مسلط عليها أي فورس، ما مثبتها، فإذا ترتد راح ترتد بسهولة بدون أي إعاقة. فقلنا انه هذه البندقية وزنها 3 كيلوغرام، وهذه راح تطلق رصاصة بولت، وزن هذه الرصاصة هو 5 غرام. انتبه للوحدة، هنا كيلوغرام، هنا غرام، كل كيلوغرام هو 1000 غرام. وراح تنطلق هذه باتجاه الهوريزنتال، وبسرعة مقدارها 300 متر بالثانية. هذه سرعة الرصاصة 300 متر بالثانية الوحدة، يعني سرعة هائلة. فطلبية السؤال تقول What is the recoil velocity of the rifle؟ Recoil velocity يعني سرعة الارتداد للبندقية، سرعة الارتداد، شقد ترجع لي ورا هاي البندقية بسرعة شقد. فهذا هو الطلب الأول. أوكي، فحتى نرسمه احنا، فنبدي نرسم بالحالة الأولى اللي هو البيفور، عندك الرايفل والبولت بمكانهم، ماكو شيء متحرك. بعد الإطلاق عندك البولت، الطلقة انطلقت بسرعة 300 متر على الثانية، وكان وزنها 5 غرام، وعندك البندقية رجعت لي ورا باتجاه اللفت
بسرعة مجهولة احنا نريد نستغرسها، وكانت كتلتها الماس مالتها 3 كيلوغرام. اوكي، لا تنسى انه نظام الاحداثيات مالتنا الى باتجاه اليمين هو موجب، وباتجاه الاعلى هو موجب، وما سواهما هما سالب. الكونزرفيشن اوف مومنتم، القانون اللي اخذناه بالمحاضرة السابقة هو مكتوب هنا امامك. اوكي، فحتى تكون عندي حالة من حالات استقرار المومنتم، راح يكون عندي الماس مال البولت مضروب في الفيلوسيتي مال البولت مساوي الى الماس مال البندقية مضروبة في الفيلوسيتي للبندقية. اوكي، فالبي اللي كتبناه هنا هي تدل على البولت، بينما الار هي راح ترمز للريكويل يعني الارتداد، نقصد بها الارتداد. فتجي تعوض مع الانتباه الى نظام الوحدات، فالماس البولت هي 5 غرام، فراح تكتبها 5 بالألف كيلوغرام، تحولها مباشرة. ثم تكتب سرعة الإطلاقة هي مقدارها 300 متر بالثانية، وتكتب كتلة البندقية اللي هي 3 كيلو، فيبقى عندك المجهول الوحيد اللي هي سرعة ارتداد البندقية. فتنتبه إلى الإشارات وتحاول تحسب هذه القيم، راح توجد أنه سرعة ارتداد البندقية هو 0.5 متر بالثانية. يعني البندقية من تطلق الإطلاقة راح بالثانية الوحدة ترجع 0.5 متر للوراء. أوكي، فهذا هو إجابة المطلب الأول من السؤال. زين، شو يطلب بعد؟ الجاي طلبه يقول اعطيني بعد الفاينل مومنتوم والكايناتيك انرجي اوف ذا بولت اند رايفل للثنين، يريد المومنتوم ويريد الكايناتيك انرجي. زين، القانون المومنتوم هو الماس مضروب في الفيلوسيتي، فجاي نكتبه بي مثل ما قلنا للدلالة على هذا للبولت، والآر للدلالة على لريكويل. فمجرد راح تعوض القيم وتنتبه إلى تغيير الوحدات، فهذه هي 5 غرام حولناها إلى كيلوغرام، وبالتالي ينتج عندي 1.5 كيلوغرام في متر على الثانية. وتجي تعوض بالنسبة إلى الريكويل، فتعوض بالماس وتعوض بالنسبة للسرعة، وتثبت الإشارة مالت السرعة اللي هي بالماينس، فراح تشوف إنه الناتج هو -1.5. فبالتالي من تشوف ذول المومنتم راح تلاحظ انه واحد يلغي الثاني، يعني عندك واحد positive 1.5 وواحد negative 1.5، فواحد يكنسل الثاني، وبالتالي راح يصير عندي conservation of momentum. هذا هو الاثبات، هذا هو الدليل على حصول conservation of momentum. زين، اما بالنسبة للكايناتيك انرجي، فقانونها هذا هو القانون اللي هو الماس مضروب في الفيلوسيتي تربيع، والناتج يقسم على 2، فتعوض اوكي وتوجد قيمة الكايناتيك انرجي، وطبعا وحداتها بالجولز
والجوز أما تكتبها كاملة أو تكتبها بكابتل جي. بس إحنا في هذه الحالة راح نكتبها كاملة لأن الجي خلينا كرمز للإمبولس، أوكي؟ فبالتالي خلينا نكتبها جوز كاملة. زين. وبنفس الطريقة راح تستخرج الكيناتيك إنرجي مع الريكويل مع البندقية وراح توجدها مساوية إلى 0.375. فتلاحظ أنه بالنسبة للكيناتيك إنرجي تلاحظ أنه هي غير متساوية على عكس المومنتم، فلذلك احنا نقول conservation of momentum وما نقول conservation of kinetic energy. الكينيتيك انرجي ممكن ان تتغير، ممكن ان تتحول من حالة الى اخرى، بينما المومنتم لازم يكون ثابت، اوكي، لازم يكون مستقر. زين، وهذا اللي جاي نشرحه في هذه النوت اللي هي امامك، هو نفس هذا الكلام اللي حكيته الان. اتحول الى الاكسرسايز رقم 5، وفي هذا الاكسرسايز يقول لك عندك علبتين او صندوقين، وذني الصندوقين عندهم ماس كل واحد مختلف، فالاول عنده ماس 0.5 والثاني 0.3، وذولا كانوا يتحركون قبل الاصطدام بان الاول سرعته 2 وهو موجب، والاوبجكت بي سرعته 2 ولكن باتجاه السالب، هذا كان قبل الاصطدام. فاللي يقوله هنا طبعا الفريكشن ما موجود، فالحالة هي حالة انه يسموها مثل ما قلناها سابقا isolated system. فاللي يقوله هنا يقول after they collide، بعد ان اصطدموا، فان العلبة رقم بي هذه كانت إلها سرعة نهائية مقدارها 2، أوكي، 2. فتلاحظها هنا after collusion أنه سرعة بي عرفناها 2، إذن من المتوقع أنه إيش راح يسألني؟ راح يسألني عن سرعة أي. فبالتالي بالضبط انه هنا يقول what is the final velocity of glider A. زين، فمثل ما جاي تشوف انه انت عندك velocity وعندك mass. من شفت velocity وmass معناته بكلام اخر انه جاي يقول لك انه عندك انت momentum. وبالنسبة للمحاضرة السابقة من قلنا انه الـ conservation of momentum الـ total momentum، احنا جاي ننقلها من المحاضرة رقم 12، هذه جاي ننقلها، نقول انه من يحصل عندك تصادم بين two objects في حالة isolated system the total momentum. توتال مومنتم يعني حاصل جمع الاثنين، مو شرط اثنين، اذا كان الصدام بين ثلاثة فهو حاصل جمع الثلاثة، اربعة حاصل جمع الاربعة، التوتال احنا نريد التوتال. التوتال مومنتم of the two objects before the collision is equal to the total momentum of the two objects after the collision. يعني تطلع المومنتم تجمعه وتقول هذا قبل الكولوجن، وتقول هذا القيمة اللي هي قبل الكولوجن راح تبقى ثابتة ما بعد الكولوجن،
وبالتالي راح تقدر تستخرج الأشياء المجهولة من هذه الخطة. فخلنا نشوف ايش راح نسوي هنا. اللي راح نسوي انه نوجد التوتال مومنتم بيفور ذا كولوجن، والتوتال مومنتم رمزنا له كابيتال بي، وبالتالي هو ايش راح يساوي؟ راح يساوي المومنتم مال اي زائد المومنتم مال بي. كل مومنتم هو عبارة عن حاصل ضرب الماس في الفيلوسيتي. فمجرد راح تعوض بالأرقام مع الانتباه إلى الإشارات، فتوجد أنه التوتال مومنتم بيفور كولوجن هو 0.4. تقول هذا الـ 0.4 هو ثابت، هو قيمة ثابتة راح تحصل بعد الكولوجن. فتقول التوتال مومنتم after كولوجن تساوي 0.4. اوكي، فتعوض بالقيم فراح تلقى انه عندك الفي اي ناقص، هذا هو السرعه للاوبجكت اي افتر ذا كولوجن. فمجرد تعيد ترتيب المعادله وتوجد قيمه الاوبجكت اي، وراح تلقاها بالناقص. الناقص معناته هي راح تصير باتجاه اللفت، فتجي إلى الشكل، وبالتالي تلاحظ فعلا أنه هي متجهة إلى اتجاه اللفت. إذن الإجابة تكون صحيحة. أتحول إلى الإكسرسايز 6. في هذا الإكسرسايز أنه يقول لك أكو روبوتس، يعني لعبة آلية. هذه اللعبة آلية مال لعبة تصادم تصير. فعندك روبوت A راح يضرب روبوت B. أوكي. فالسؤال اللي يقوله إنه ذول العملية راح تصير على frictionless surface، يعني تأثير الفريكشن مهمل، تأثير الاحتكاك مهمل. فيبدي يعطي التفاصيل، يقول روبوت اي عنده كتلة مقدارها 20 كيلوغرام، وعند في اي الانيشيال فيلوسيتي مالته 2 متر على الثانية. ويقول هذا اصطدم بروبوت بي، وهذا روبوت بي عنده كتلة مقدارها 12 كيلوغرام، وكانت الفيلوسيتي الانيشيال مالته at rest، معناته الانيشيال مالته صفر. الانيشيال مالته شو تكون؟ صفر. ما دام قال لي at rest معناته الانيشيال صفر. زين، حصل الاصطدام. بعد الاصطدام ايش راح يصير؟ يقول لي انه الروبوت اي اتحرك بسرعه في 1 مقدارها 1. اذا الروبوت اي كانت سرعته الاولى 2 قبل الاصطدام، صارت سرعته 1 بعد الاصطدام. مو بس هذا، تغيرت السرعة وتغير الاتجاه. يقول الاتجاه مالته تغير بزاوية 30 درجة مثل ما مرسوم بالرسم. هنشوف الرسم، هذا هو الجسم اي، فنلاحظ انه هذه الزاوية، هذه الزاوية اللي هي الفا، هذه مقدارها 30. اوكي، هذه مقدارها الالفا 30. فاللي يقول what is the final velocity of robot B؟ روبوت بي أنا عرفه إنه سرعته الأولى كانت صفر، فشكت سرعته النهائية؟ فخنشوف شنو طريقة الإجابة. الطريقة مع الإجابة هو نفس المبدأ السابق، يعني نقول التوتال مومنتوم
قبل الاصطدام يساوي للتوتال مومنتوم بعد الاصطدام. وبما أن عندي في هذه الحالة two objects فهذا هو القانون مالتهم. الأوبجكت A، وطبعا جاي نكتب احنا هنا X، مع انه ماكو لان عندي احداثي X واحداثي، لان هذا هو two dimensional problem، فراح اخذها من يعني من باتجاهين. اول مرة باتجاه X اسوي هذا القانون، وبعدين اعيد كتابته باتجاه الواي. باتجاه الاكس راح تشوف انه كل المعلومات موجودة عندك في السؤال، يعني مثلا عندك الماس مال اي هو 20، velocity مال اي هو 2، ماس مال بي هو 12، velocity مال بي 1 هو 0، وهكذا البقية كلها موجودة عندك. طبعا هنا لان هذا هو x فراح تستخدم له كوساين 30، والماس بي 12، وهذا هو المجهول، فتعيد ترتيب المعادلة وراح توجد انه قيمة هذه الفيلوسيتي 1.85. يعني بعد الاصطدام انه الاوبجكت بي اتحرك، هو كان صفر سرعته، صفر مستقر ثابت، بعد الاصطدام اتحرك بسرعة 1.89 متر بير ثانية، متر على ثانية. هذا شنو باتجاه الاكس، هذا الكومبوننت اكس. لحد الان ما طلعت عن السرعة النهائية، فمثل ما قلنا نعيد العملية مرة ثانية، تعيد كتابته ولكن باتجاه الواي، كل X تحوله إلى Y، وراح تلقى أنه الشيء الوحيد المجهول هو الكومبوننت Y مال Velocity B النهائية، فلذلك اكتبها 2. وطبعا هنا راح تستخدم، ما راح تستخدم الكوسين، راح تستخدم الساين، زين، وبالتالي تحسب القيمة، وراح تلقى أنه القيمة للسرعة هي سالبة. للسرعة الجسم B راح تكون السرعة باتجاه الواي سالبة. فإذا تجي تلاحظها بالرسم تشوف السرعة بي واي اللي هي هذه، راح تلقاها فعلا سالبة، متجهة للأسفل، كل شيء متجه للأسفل هو سالب. إذا صار عندي الكومبوننت X والكومبوننت واي معلومات، شلون اطلع النت، شلون اطلع الماجنيتيود من خلال استخدام القانون اللي هو تحت الجذر. فمجرد تعوض الارقام وتوجد الفيلوسيتي للجسم B، هذه الفيلوسيتي النهائيه هو 2 meters per ثانية. إذا لقيت هذه السرعة أيضا تستطيع أن توجد الميل مالتها، فقانون الميل الميتة في هذه الحالة هو التاين انفرس على الإحداثي الواي مقسوم على الإحداثي اكس، فراح تطلعك الزاوية ماينس 23. فإذا تجي تشيك هذه الزاوية راح تشوفها فعلا الزاوية باتجاه السالب، هذه هي البيتا، فتشوفها باتجاه السالب. إذا هذا هو الإجابة. في المثال السابع والأخير أنه يقول عيد إجابة الاكسرسايز 5 مع الأخذ بنظر اعتبار التغييرات الموجودة بالرسم.
يعني الـ Objects A صارت سرعته الأولى هو 2 والـ Object B سرعته الأولى هو minus 2. Object A الكتلة مالته 0.5، الـ Object B كتلته 0.3. هنا النقطة اللي شوية مختلفة إنه يقول لك بعد الاصطدام تحرك الجسمين مع بعض بنفس السرعة، يعني التصق الجسمين الكتلتين التصقت وتحركت بنفس السرعة، فبالتالي بعد ما عندي velocity A و velocity B بعد الاصطدام، عندي مجرد velocity 2 هي velocity واحدة. زين، فهو اللي يريده في هذا المثال يقول لك هاي الفيلوسيتي الوحدة ايش قد قيمتها. اوكي، يقول find the final x velocity. اوكي، ونفس البداية دائما انا راح ابدي من الconservation of momentum، ولكن عندي يعني الآن حالة خاصة، عندي إنه ال VA2 وال VB2 ثن الفيات اثنيناتهن متساويات، وراح أسميهن أوحدهن ب V2، فبالتالي راح يتغير القانون الأول ويصبح بهذا الشكل. الجهة اليسرى من المعادلة تبقى كما هي، لأن هاي قبل الاصطدام، الجهة اليمنى من المعادلة راح تختصر إلى V2 اللي هو المطلوب في هذا المثال مضروب في مجموع الكتلتين. تعوض الأرقام على الانتباه إلى الإشارات، مثلا عندك أنت هذه الV راح تكون سالبة، أوكي، وتعيد ترتيب المعادلة وراح تستخرج قيمة V2 تلقاها 0.5 متر بير ثانية، هذه السرعة اللي يطلبها المثال. بعد اللي يطلب المثال يقول compare the initial and final kinetic energy of the system. okay. compare يعني احسب لي أقارن، يعني من يقول لك compare يعني ترجمتها هي قارن، حتى تقارن انت لازم تحسبها. اوكي، فهذه الطريقه انه تقعد تحسب القيمه وتقارنها، تقول هاي القيمه اكبر من هذه، هذه القيمه مساويه لهذه القيمه، هذه اصغر، هذه المقارنه. اذا قانون الكيناتيك انرجي ما قبل التصادم كل جسم يؤخذ على حدة، فكل واحد إلى قانونه وكل واحد إلى أرقامه. أوكي، فبالتالي راح يستخرج إنه الـ Object A كينيتيك إنرجي مالته هو 1 جول، والـ Object B كينيتيك إنرجي مالته 0.6. بعد التصادم ها بالنسبة للمجموع الـ Total كينيتيك إنرجي قبل التصادم هو 1.6. هسه الكيناتيك انرجي بعد التصادم after the collision ايش راح يصير عندي؟ راح تتوحد عندي السرعة والماسس مجرد راح تجمعهن مع بعض، فهذا راح يكون قانونك اذا كان الجسمين بعد التصادم ملتصقين، فمجرد تعوضها راح تجيها وتلقاها تساوي 1 جولز. فمثل ما تلاحظ انه الواحد جولز هي تختلف عن ال 1.6، وبالتالي الكيناتيك انرجي بتبقى ثابتة، ما يصير بيها conservation على عكس المومنتم.
إذن هذا اللي أريد أن نتناوله وتحتاجوه في موضوع الإمبلس والمومنتوم والكولوجينز. وأتمنى تكون عجبتكم المحاضرة، وإن شاء الله نشوفكم بالأسبوع القادم. مع تحياتي.